قوي قوي قوي. بص يا اصحابنا، انا دلوقتي هجيب حاجات رمضان كلها. وبص يا اصحابنا كلكم طيبين. طبعا غزة ان هجيب فلوس رمضان، هجيب فلوس رمضان. وبص بقى، نعم، في فلوس عايزك تبعتوك. ايوه عارفه، استنى. بص يا اصحابنا، احنا هنفاجئوكم. وانا هشيل بص يا زلمه، وانتوا اكتبوا لي في الكومنتات وانا يعني حظي حلوه، يعني بشتري حاجات حلوه ولا لا. يلا بينا. وقبل ما نروح نبدا، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت في عز الجاز والشركه. يلا زوزو، تختاري فوريس ايه؟ مش عارفه الصراحه، لسه هشوف. سنوروا اصحابنا كل الفوانيس اللي مع زوزو هنا. يظهر في الاخر خالص، يعني انا اخلص حاجتي واخلص. هو كل واحد يختار لوحده. اي معلش يا زوزو، ما تقصدش والله. لا وقعتش حلو، وقعتش. بص ده فاهم، حلو ده. بس هي مدينة الأحلام فيها حاجات جميلة جدا، صح؟ حاجات كلها حلوة. أنا هشوف يعني اللي هيعجبني، هركز في الآخر فيها عشان ممكن. بص في تاني زوز ولا لما أروح أقول لا أنا عايزة التانية، أنا عايزة التانية. بابا إيه يا حبيبي؟ بص عايزة أقول لك على حاجة، تعالى. حاضر، لما انت بعد دورك روح اديك اختار اللي انت عايزه. بابا ايه يا زوز؟ بص ايه غبان، بص حلو قوي غبان، صبره. طب ما احنا عندنا منها يا زوز. لا بس الصبره لقيت ما، وعشان اللون يعني. طب ما انت عندك كتير منها دي. بتغني رمضان؟ احنا عندنا كتير منها. رمضان كان يفتح يا علي. يلا يا زوز، بابا غنى تختاري الاول. ماشي، وبعد كده ايه؟ حلو قوي يا غبان. الله، كأنها شمعة، صح؟ أشد يا خالد، ده أشد، حلو قوي. بص ده خلاص، ده أشد. بص ده يا بابا، استنى خلاص. بص ده، طيب نشوف اللون بنوتي كده. ده ما بدي شمعة، صح؟ تختاري ما بين ده ولا بين ده، أنت اللي براحتك. إيه الوايت؟ آخر قرار؟ آخر قرار. خلاص تأذير عمو. ماشي أوكي يا حبيبي أهو. يلا وريني كده وأنت بتقولي رمضان، غني كده رمضان. رمضان كريم فتح يا علي في 30 يوم فيها لو سعاد. الله 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 الله، قعدت رمضان حلوة يا جدعان. شهر الإحساس كله عباد، شهر الإحسان. شهر الإحسان ولا شهر الإحسان؟ يعني بيعمل حاجات حلوة، يعني بيعملوا حاجات خير يعني. أصل بتلخبط فيها، عارف مش كنت مش حافظاها أوي. اخترت سيدي حلو. خلاص اختار دي؟ طيب يلا نشوف دور يزن، هيختار ايه؟ ماشي ماشي. وانت يا يزن هتختار ايه؟ لا هو يزن في الاخر خالص. لا لا يزن، لا دور يزن. يلا يزن. يزن انا بقول لك خد فانوس رمضان يزن. بابا هو ده فانوس على فكره يزن ما بيعرفش يختار، وبيفضل يغلبني ممكن ساعتين ثلاثه، وفي الاخر خلاص احنا مش هناخد حاجه غير نستاذن من عمه. شاول على حاجه ونقول عمو ادينا دي. انت عايز ممكن ناخد ده؟ اشغله لك. طب نخلي عمو يشغله الاول. وكمان بيتفتح، بصوا ثانية. الله يا يابا حلو قوي، حلو قوي يا يابا. شكله يازن خلاص مش هتاخد فانوس؟ لا ايه؟ ده مش فانوس؟ يزن ده مش فانوس؟ ما هو يعني لعبة بتغني رمضان. يزن بص عليا، كلمني انا هنا. هتاخدها؟ بص عشان ايه الكلام ده؟ بس عشان ايه؟ انا هيختار الفانوس. يلا نشوف يزن هيختار ايه؟ لا مش حلو خالص يزن. ده بتاع البنات على فكره. قول لي ايه رايك كده؟ ده جميل ده يزن. ايه رايك؟ وريني خد اللي بص يزن، بس قول الاسود احلى على فكره. بص همسك الاثنين كده وانت اختار بينهم. يلا وريني كده يزن، تعالى تبقى اوريك بيشتغل ازاي. تعالى نشوف عمو هيشغله ازاي. ماشي بص عليا هنا يزن، يزن بص عليا هنا كلمني اهو. ايوه شبه بتاعي يا بابا. الله يلا يزن، حلو قوي ده. ده جميل. بص انا اخترت حاجه اثنين. وريني خلاص، سيبه سيبه جوه يزن. حلو قوي يا بابا. يزن وريني كده يا عم رمضان. رمضان كان
سيبيه زوزو، سيبيه زوزو يلا. رمضان جاني وفرحنا ابوه. فرحنا ابوه. الاغنية بتقول كده. خلاص ارفع كده وريني كده فانوس. هو مشكلة، هو ده من هو ده مشكلة يا ياسر. بس يا يزن خلاص اخترت الفانوس ده؟ يا عم. ماشي. تيك توك، تيك توك، بحب التيك توك عشي. بابا بابا تيك توك بابا استنى انا يا قري هجيب شنطه اروح فيها المدرسه. انا اختار اجمع لك شبون جديد. يلا بينا يلا نطلع فوق. مش هشتري، ممكن اشتري واحده من دي. اوكي حبيبي احنا نازلين هجيبها لك. اوكي يلا بينا. خايفه حد ياخد الشنطه. لا مش هياخدها. لا بابا طالعه بكار. يلا نفوق نشوفوا بكار. يلا بكار بكار. عامله ايه؟ ازيك يا عمو؟ يلا كل سنه انت طيب. بص الوضع عاجبني قوي. يعني وريني بكار؟ تعالى كده تعالى 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 يا اسطى. الله جميل قوي. بس انت طيب. انت طيب. بكار يا بكار. بس عاجبني قوي بس في حاجه ناقصه. ايه هو اللي ناقص؟ رشيد. لا لازم يبقى في شعر كله. شعر؟ لو في باروكه شعر كريم؟ يلا يلا نغنوا بكار. بكار بكار شعري رقيق وصغير. خلاص يلا نكمل. يلا يلا نكمل. انت بكار ولا زوزو؟ لا بكار. يا بكار؟ نعم. فين رشيدة يا بكار؟ كل يوم هتقول يا بكار. يا رشيدة يا بكار؟ نعم. فين رشيدة يا بكار؟ مش عارفة في البيت. راحت فين يا رشيدة؟ في البيت. في البيت وانت سايب بك يا بكار سايب رشيدة؟ اه. لا يا بكار مش ينفع نسيبوا رشيدة. يلا بينا. لا يلا نجيبوا رشيدة ونيجوا. لا لا يلا نجيبوا رشيدة. يلا شوفوا بكار يزن. يلا بينا. ما بكار رشيدة دي. انا بكار بكار يا رشيدة مش بكار. ايه؟ يا بكار رشيد ولا بص على ارجع ورا ارجع ورا حبة صغيرين. ارجع ورا كمان. خلاص شكلي حلو. ايه بكار؟ انا بكار بس انا بكار انا بكار انا بكار انت بكار؟ بابا بس انا كان فاضل لي ايه عليا؟ الشعر. اوكي هندور لك على باروكه شبه بكار وهجيبها لك ماشي؟ بس اسود. ايوه اسود. اوكي يلا بينا. يلا بس يا صاحبنا عايز اشتري حصاله دي اسمها خزنة إلكترونية صح؟ عارف مش عارفة بس أنا بقولها كده. ها؟ وبالبصمة كمان. وبالبصمة كمان؟ يعني هي ما تحب تفتحها تفتحها بالبصمة؟ الرقم السري والبصمة الاثنين مع بعض. طب إيه هو السري؟ أنت أنت اللي تحط رقم السري؟ ممكن أخليها تشوفها؟ سهلة. ينفع؟ طب طيب ممكن أشوفها. خلي عمي يوريها لنا. تعال تعال اطلع هنا ووريها لي. أنهي واحدة عجباكي؟ فروزن؟ أه. وأنا أشوف بتاعتي كمان. بس نشوف الاول. تعال كده زوزو نشوفها ازاي عباره عن ايه. عايز تطلع بطاريات الاول. هتطلع بطاريات الاول. ماشي اوكي ماشي. يلا نشوف حاجه عمل مع امه يجهزها. هات الكيسه دي شوف اللي كان. يلا خلاص لما نشوفه تاني. تبقى هاد الزو تحت الحرم هو يخلص. ماشي بص هنا شوف لو عايزه حاجه. بص كده يعني مثلا لما بتتعصب. والله طب وانت بتتعصبي من ايه؟ مش عارف. بص وتنور كده. طب عندك ايه عصبك انت؟ مش يزن بيعصب. والله يزن يزن بص عليا بص عليا بص عليا. انت بتلاقيه بتعصب زوزو؟ ايه هنا يا ميمي وبعدين تلعب معايا بالالعاب بتاعتي. ازاي ما بتلعبش معاك بالعابك؟ انت اللي بتغلس عليها بتاخد العابها وتاخد حاجتها. ورغم ان انت عندك زي غزل بالظبط. يعني غزل لو جبت حاجه انت بتجيب زيها بالظبط. يلا نشوف حاجه تانية يا زوزو. ده يلا بينا. انت بتقول لي عمو الاول. ما هو عمو هيجيب الحاجه ونشوفها ماشي؟ ماشي. يلا بينا. عمو بص تعالى انت عايز تجيب ايه عجل؟ استنى بس
انت بتقول على عجله صح؟ ولا عايزه ايه؟ هي السكوتر احلى ولا عجله؟ لا اللي براحتك، بس احنا عندنا سكوتر على فكره. يلا نشوف الخزنه، يلا نبص كده نشوف الخزنه، روح لف الناحيه الثانيه وريني وشك. انا هعمل وشي كده؟ يلا لا لا تعود عشان يبان. ايوه اول حاجه هنعمل كده ولا لا؟ الرقم الرقم هقول لك الرقم بعد كده غيروه. ماشي 1 2 3 4 دوسي بقى على الرقم السري. انا كده اهو. الله الله ده في فلوس. طلع الفلوس كده اوريكي حاجه بقى. اقفلي اقفلي الخزنه ده كويس كده قفلتيه. هنحط الفلوس فين؟ فين؟ يلا سيبيها كده هتلاقي تتسحب منها. ولا عشان كان عندي واحدة بس انا عم بعد كده نغير الرقم بعد. انا عم يلا دوس على ده. دوس هنا 1 2 3 يلا دوس من اول تاني بقى كل ده كده. تاني 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 دوس بقى هنا. يلا حط صبعك هنا. صبعك فين؟ شاطر. افتح بقى كده افتح. خدنا من فوق. بس حلو قوي على فكره. حلو قوي. حط الكوينز من فوق. كان عندي واحدة منها. أمو كسر. أنا اخترت. مين كسرها؟ طب يازن صح؟ لا ما اتكسرتش. أنا اخترت واحد. منين؟ نفتحوها كتير. بابا أنا عايز أختار واحدة ولادي. طيب حاضر. يا فيش دي ولادي ولا بناتي، هي كلها واحدة. يلا يا زوزو شوف هتخ... عايزة إيه؟ عجلات ولا بس؟ لا 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 ولا سكوتر أحلى مش عارف. بص يا بابا اختار الاثنين مش عارفه. بابا طب خلاص فك ايه يا يزن؟ فك. انا اختار بتاعت بيت وغيرك. هو انت عندك عجله يا يزن صح؟ لا ايوه ايوه. لا والله كانت في واحده بتاعت غدا بتلعب بيها. اه يا يزن اختار واحده. بس دي احلى يا بابا دي، بس دي على اساس البايدر مان. خلاص اوكي اتفقنا. بابا يا زوز اختار الاثنين. طب احنا عندنا لا ما عنديش عجله. العجله القصيره الثانيه السكوتر. اه استنى اوريك عشان مش يعني ايه الحته دي الحته السواقه دي. بابا دي اتكسرت الحته دي كلها اتكسرت. اتكسرت؟ خلاص نيجي بكره. بس يا زوز نيجي بكره هنجيب لك العجله او دي. خلاص لا هو الاثنين. خلاص اوكي نجيب الاثنين. بابا انا اخترت على شكل سبايدر مان. خلاص اتفقنا اوكي. يلا نجيبوا الزينه. بس انت متاكد لسه هتجيبها لي؟ اه طبعا حبيبي. وانا بقول لك الحاجه ما تجيبهاش ليكي؟ لا بس شفت حاجه تحت عايز اجيبها. طب يلا بينا نجيبوا ايه؟ تعالى. عايزين الزينه صح؟ تعالى الاول بس هاكل. تعالى الاول. طب هنا بص يا زوز شوفي هنا عايزه حاجه؟ يزن ممكن يقعد ساعتين ثلاثة وفي الآخر يختار حاجة ويرجع فيها تاني. تعالى هنا يزن. بابا ايه يا حبيبي؟ عايز اكتب كده. ده الحق. يلا. انا مش عارفة. دي كوباية شاي من لو انت بتشوفي البوتي، البوتي بص زي كده اهي. دي كده اهو. جاهزة مدرسة. خلاص يلا بينا نختار الزينة ولا تختار حاجة من هنا؟ لا مش هختار حاجة. طب يلا بينا. بص انا عايزة حاجة اجيبها يلا. استني يا زوزو استني استني استني. دي اللي ناقصاني في حاجات السكيت. سكيت؟ اه البتاعة دي لو بس دي بتاعت كبار دي مش بتاعت صغيرة. لا خلاني في صغيرة. دي صغيرة ولا كبيرة؟ هي هي؟ اه الحاجات رسومات اطفال. لا مش رسومات يعني على قد زوزو. ده دوت حلو عليها وفي اصغر كمان. بس انا عايزه واحده. خلاص لما نجيبها لما نيجي بكره احنا ناخد البسكوت والعجله ناخدها معانا. يلا بينا. بابا انا عايزه. لا دي لا ده اصل هتجيبها. ما تعرفش يا زنتي. صعبه الصراحه. واحده من دي. واحده من دي؟ انا عايز دي. دي بتنور. استنى 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 خد كده وخلي عمو وليكي خلينا نشوفها ازاي تعمل ايه. ماشي؟ لا معلش يا عمو. ماشي اوكي يلا يا زوز. وانت عايزه دي؟ هي دي شغاله دي.
هلا يا عم انا اخترت دي. اوكي يلا فيها لو نجيب لك اللعبه بتاعتها وهنشوف الرسمه وهشغلها لك. تختار الرسمه بس دي وانا كمان اختار الرسمه. سوبرمان سوبرمان يا يا دي مدمن سوبرمان. لا ما فيش حجاره انا هشغلها ماشي. دي فيها حجاره بس يا زلمه تبقى كده حلوه على كده. وبص بتعمل اضاءه ثانيه احمر واخضر عشان اضاءه عاليه. بص هنا متبقاش ورقات اخضر وازرق. هي ازاي بالليل لما بتصحيني ازاي بتعمل هي واللي احنا اللي بنعمله. احنا نثبتها على لون ونسيب. ممكن تشغلها لي؟ حاضر يلا بينا يا زوزو. انا بحسبها هي اللي بتصحي. يلا تنزلي من هنا. اختار اسمه انا بابا لما بنزله. ماشي اوكي يلا تعال من هنا. لا استنى يا زلمه بقول لك يلا انزل. يلا يا زوزو يلا يا زوزو. يا زوزو هتختاري ايه؟ انت عايزه ايه؟ انا هختار بكار. هختار بكار. بكار؟ نجيب ونشوف يعني بكار. هقول لك ليه بابا اخترته؟ اه عشان شبه الهدوم بتاعتي. اه عشان يبقى بكار وبكار. اه بس انا بكار ده. انت بكار؟ موجي؟ تختار انهي واحد فيهم يا زوزو؟ بكار الكبير ولا الصغير؟ لا ده؟ وده؟ الكبير ايه؟ فاهم؟ انا عايزه اظبطها حلو. وريني كده بيغني بيقول ايه؟ لا لا بره عني. بص بص عليه كده. وريني يا زلمه انت اخترت ايه؟ بيغني ياخد اسم بكار. لا مش حافظاه. ماشي وانت وريني يا زلمه اخترت ايه؟ بس الفيديو ما تعرفش. لا نجيبه بكار عشان يبقوا الاثنين شبه بعض. اوكي؟ اديله بكار اديله بكار شبه زوزو كده. اه زي زوزو بكار كده شبه زوزو عشان يبقى هو لابس بكار يبقى شبه بكار. بص خد يا ياسر. اسمع اسمع كلمه. يلا يا ياسر ومعاه فانوس كمان اهو. معاه فانوس وبينور. ماشي مهم مش مهم. انت اختار زي رمضان. يلا بينا. بس فكر ده ممكن جايبها زمان. انا عندنا على فكره موجوده صح؟ ايوه ممكن جايبها بس في الشقه الثانيه. لا ايوه في الشقه الثانيه وانت كنت مسافر يعني. انت عايزه بص انا اختار صح كده؟ كده حلو. بص انا اختار ده. ماشي اوكي. يا شيخ انا اخترت ده. بس اخترت ده. فاهمين؟ اه شكله حلو قوي. تمام. شكله زي غدر. وانت يا زين؟ زي غدر. عارف زيها؟ تاكل حاجه زيها حلوه. اه ما هو لازم الاثنين يبقوا نسخه واحده. خلاص يا زوزو؟ فكري براحتك. دوت هطلعهولي خالص. بدل التاني؟ لا الاثنين. لا لا واحد بس. يا ده ولا ده اختار يعني فيهم؟ لا التاني. خلاص اوكي اتفقنا. انت يزن بتاعتك خلاص يعني. اهو بتاع يزن اهو حاجة يزن. احنا نتفهم كيف بيغل بيغل عشان يبقى زيه. يلا يا زوزو تعال يلا. بس يا اصحابي تكتبوا لنا في الكومنتات هو انا اشتريت حاجة حلوة لا وكسروا انتوا طيبين. وده نهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت على الجرس واشتركوا على السنة لغاية توصلوا التاني مليون مشترك. يلا بينا باي. وكسروا انتوا طيبين. وكسروا انتوا طيبين باي.